أيها الحبيب المحب، إن بعض الناس من الخطباء يظن أن خطبة الاستسقاء تبدأ بالاستغفار، وأن خطبة العيدين تبدأ بالتكبير وهكذا. ولكن الحقيقة يا أحبابي، إن الهدي النبوي أن جميع الخطب تبدأ بقوله عليه الصلاة والسلام: إن الحمد لله نحمده. أي نعم، خطبة الجمعة، خطبة العيدين، خطبة الاستسقاء، خطبة الكسوف، خطبة الخسوف، كل الخطب الراتبة تبدأ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله نحمده. وفي خطبة العيدين ما المانع أن يكون بين ثنايا الخطبة التكبير، لكن المهم أن تبدأ الخطبة بما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله. هذا أولا. وثانيا، خطبة العيد خطبة واحدة ولا خطبتين؟ هي خطبة واحدة، على أن تذكر النساء في نهاية الخطبة بموعظة لهن. طب نفترض أن الصوت ما كان يصل إلى النساء، فحينئذ سيكون خطبة للرجال وخطبة للنساء. خطبة للرجال يعني تذهب مع رجلين قريبا من النساء وتخطب لهم خطبة النساء. لكن الواقع إيه؟ الواقع أن في مكبرات صوت والنسوة يسمعنك، فعليك بخطبة واحدة أيها المبارك، ولا تنسى فيها أن تعظ إخواتك الأخواتك المؤمنات القانتات الموحدات المصليات اللاتي خرجن من بيوتهن ليؤدين شعيرة من شعائر الله عز وجل. لكن حضور خطبة العيدين فرض ولا مستحب؟ حضور خطبة العيدين أمر مستحب، فلا تضيعن هذا المستحب. أما حضور خطبة الجمعة فريضة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. قال بعض أهل التفسير إن ذكر الله هو الخطبة، فعلم أن حضور خطبة الجمعة فريضة وحضور خطبة العيدين أمر مستحب. طب خطبة العيدين قبل الصلاة ولا بعد الصلاة؟ لا، بعد الصلاة، نصلي الأول ثم خطبة العيدين. لا تنسى في خطبة عيد الفطر أن تبين للناس فقه زكاة الفطر، ولا تنسى في خطبة العيد الأضحى أن تبين للناس فقه الأضحية. فقه إيه؟ الأضحية. ولا تنسى أن صلاة عيد الفطر تكون بعد طلوع الشمس برمحين. يعني إيه رمحين؟ الرمح 15 دقيقة. طب ليه الوقت ده رمحين؟ يعني نصف ساعة بعد طلوع الشمس، لنمكن من لم الرجل أو المرأة اللي ما أخرجوش زكاة الفطر، نعطي لهم مساحة لإخراج زكاة الفطر، لأن إخراج الزكاة بعد صلاة العيد تكون صدقة، وقبل صلاة العيد تكون زكاة. فزكاة الفطر لها أوقات ثلاثة: جواز وفضيلة وقضاء. الجواز قبل العيد بيوم أو يومين، والفضيلة بعد فجر العيد وقبل صلاة العيد، والقضاء بعد صلاة العيد. طب وصلاة العيد تكون بعد طلوع الشمس بقيد رمح واحد، ونقصر الخطبة. طب ليه؟ حتى نمكن الناس من ذبح الأضاحي، وذبح الأضاحي لا يكون إلا بعد الصلاة، فإن ذبحت قبل الصلاة كانت لحما يؤكل وما كانت أضحية. هذا ما أردت أن أذكر به نفسي وعموم المسلمين والمسلمات، فكل العام أنتم بخير.